وهذه الفلاح وهي نوع من الحشائش البرية المحببة والمفضلة كثيرا للماشية، وأهل اللغة لا يقولون نوع بل يقولون ضرب، أي أنه نوع من أنواع الحشائش وهي جنس واحد. ويلاحظ هنا دون ما اعتراضات، ومن يعترض فله الحق في ذلك تماما، هنا ساحة للمعرفة لا نمنع فيها أحد من التعليق، ونرحب بجميع التعليقات جميع المسميات. ولذلك أقول أن هذه الفلاح في شكلها ووضع نموها تختلف من موقع إلى آخر، وتتأثر بوفرة المياه وخاصة في مواسم الأمطار، وهذا حال جميع النباتات.